مولود الميزان، واخيرا رح تبلش سنه 2024 ابتداء من هيدا الشهر، يعني دقت ساعه التغيير مع بدايه هيدا الشهر الشمسي الجديد مع انتقال الشمس وبلوتو لبرج الدلو الهواء الصديق، وهيدا الشيء رح يخليك قدام احتمالات كثيره وناجحه بحيث رح تتسارع الحركه يلي بتنقلك لمعبر جديد، بتبدل الامور بتتغير بطريقه جذريه وبتجتاز مراحل كثيره وتجارب مميزه ومتنوعه. انتقال بلوتو للدلو بيشير لتغييرات كثيره بخططك بمشاريعك الماليه، وبتقدر تحقق الارباح بطريقه منتظمه ومدروسه. البدايه مع وجود القمر ببرج الثور نهار السبت يوم مناسب لك لتكثيف اللقاءات والاطلالات، وبتكون قدرتك على التصرف لافته وذكيه، بتقدر تفاوض وتساوم وتعزز وجودك. بتتابع التاثيرات الحلوه مع انتقال القمر للجوزاء، كمان هو هوائي صديق يومي الاحد والاثنين، يعني ارتياح، حظوظ كثيره، تغيير بالمعطيات لصالحك، نجاح، اجتياز العراقيل وتخطي كل الصعوبات. اجواء ممتازه صافيه بتحمل لك مكاسب وارباح وافراح واعمال واعده، بتخليك الاقوى والاكثر حظا ونجوميه في مصالحات تسويات كلها من نصيبك. وطبعا اذا حابين تكتبوا لنا اي تعليق فيكم تعلقوا باسفل الفيديو، لانه مولود الميزان هيدا الشهر هو شهر الانتصار وشهر الوصول للقمه. بنوصل للفتره بين الثلاثاء والخميس، انتقال القمر المكتمل ما بيناسبك، بخليك تتعرض لمضايقات، لازعاج، لشعور بالتعب، لكن لازم تعرف انه ما في شيء ظروف مستحيله، فما عليك الا انك تطول بالك، تتصرف بكل هدوء ومرونه ولباقه وشطاره. من جديد بتتحسن التاثيرات الفلكيه وبتحس بالراحه والسعاده مع وصول القمر لبرج الاسد نهار الجمعه، يلي بيفتح قدامك أبواب النجاح والارتياح والإبداع. أنت إنسان تتميز عن غيرك بمرونتك ودبلوماسيتك وقدرتك على الخلق والإبداع. عاطفياً بدك تنتبه كتير وتعد للعشرة، لأنه الوضع الفلكي بيتحدث عن اهتمامات شخصية وعائلية طارئة وملحة، رح تكون ممكن تعب لك أعصابك، تسبب لك انزعاج. انتقال الزهرة لمواجهة برجك من جدي أمر مش مبسوط، يعني ما بيريحك، ما في جو عاطفي حلو، بيكون في أجواء مشحونة بالتعب والتوتر. حاول عزيزي الميزان أنك تخفف من عصبيتك وتبتعد عن الأشخاص السلبيين، أما العازب رح يعيش بعض الانفعالات المعقدة وبيكون قلق على علاقته مع الحبيب. حاول أنك تكون دبلوماسي وتخفف من النقاشات الحادة، وما تعامل الحبيب باستخفاف وعدائية، وانتبه من اتخاذ خطوة حاسمة وسلبية ممكن تندم عليها بوقت لاحق.